قايد الرجلين الاسروح اللي يرد عني في ظل الضوح شوفك ابن اهلي هو مربوح واللي العوض عن كل مراح. متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم، شكرا للزميل محمد بن سعيد بن معدن. انتقلنا من هجن اصحاب السمو والشيوخ الى هجن ابناء القبائل، وهذه الانطلاقه الاولى لهذه الفئه، فئه اللقايه الابكار المحليات الاصايل مع المسافه المقرره بالاربعه كيلومترات. نرحب بهذا الشوط ونرحب بالوان سالم بن سيف بن علي بن كليب من يقدم الوان في اول المراكز ويسجل حضور الوان مع الوان الطيف والوان التحدي، الوان يعني الناموس. النقله التاليه شعار بن سرداح ياتينا على المركز الثاني اللي هي زيد سالم بن راشد بن سرداح، المركز الثالث محمد بن علي بن غدير مع الشاهينية، ومشعان بن سعيد بن غدير مع مياس في المركز الرابع. أما المركز الخامس نصيبة حمد بن سالم بن سليم الرميثي يأتينا على المركز السادس، أو سعيد بن صغير بن قنون مع بشاير المركز السابع. أرى ماذا أرى من الفايز سلطان حذرك وروح، لأن بن كليب بدأ يروح مع الشوط يروح. نعم، من حفظ الأوداع دار الطيبين، يا عل تسقيك المخايل والمزون، يا المدام ويا الضويلع ويا بن كليب، أو يا الله يا ألوانها تلونت في الميدان، تلونت بهذا العرض الجميل، تلونت بهذا التحدي، راحت عن الشوط كعوايدها مثل ما عودتنا. نعم يا أبو محمد، اركض ودور نقوة البوش، لي بالثمن تسوى ملايين، لعضدها ما يايد الكوش، عرقوبها مس سرعة هيلين، انسرحت والدرب مرشوش، والقاع صمان وملايين، تريح نفسك يا ابو محمد، وين بطوش عند وين تركض، خبر هالبير عادات الهوشات، وتهوش خصم تعادل، لوحة اثنين من هالمذيع، يتم مربوش واسرع عن ما تنظر، العين لها فعل بيتم، منقوش واسم مسجل، فدي يا وين يا سلام، بشاير على المركز الثاني، بشاير سعيد بالصغير بن قنون، والوان ولكنها لا 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 تتحرك تتحرك بسرعة. بشاير 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 بشاير، وألوان وألوان، ألوان الناموس، ألوان التأهيل، أول المتأهلات، أول المتنامسات في شوط الرئيسي، في شوطنا الصعب، في شوطنا الحساس. سلام سلام يا المدام، سلام سلام يا المدام، سلام سلام لأبو محمد، سلام سلام للسيد سيف بن علي بن كليب المركز الثاني، للسيد سعيد بن صغير بن قنون، والمركز الثالث فهنا حمد بن سالم بن سري، والمركز الرابع مشعب بن سعيد بن غدير، المركز الخامس هذا شعار محمد بن علي بن غدير، والسادس سالم بن محمد وضبيعة، السابع بن سرداح. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس للسيد سيف بن علي بن كليب على هذا الانتصار الذي تحقق في هذه الجولة. سلام الإمارات، سلام العاصمة، سلام سمو الشيخ.